بيترافق استعمال العطور مع بعض الأخطاء اللي منرتكبها من دون قصد، وهالأمر بيأثر سلباً على نوعية العطر ورائحته وثباته. خلونا نخبركن خمسة من هالأخطاء. أولاً، شراءه من دون تجربته. العطر بالذات هو تجربة شخصية، يعني رأي الآخرين أو خبرتهم باستعماله ما له دخل فيه، وقوائم العطر الأكثر مبيعاً مو مفيدة بتحديد العطر المناسب لإلك. لهيك جرب العطر وخذ وقت كافي قبل ما تعتمده. ينصح الخبراء برش العطر على المعصم ومراقبة تطوره بالساعات التالية بعدين شراؤه. وأفضل الأماكن لتطبيق العطر هي المناطق النابضة والدافئة بالجسم، مثل العنق، وراء الأذن، المعصمين، حتى الشعر، لكن يجب رشه على بعد 10 سنتيمترات. ثالثاً، سوء حظه. تعريض قوارير العطر للضوء وتبادلات الحرارة والرطوبة بيأثر على رائحته وبيتسبب بتلفه، لهيك ينصح وضعه بأماكن مظلمة بعيدة عن الحرارة والرطوبة، مثل الدرج أو الخزانة أو حتى بالبراد بفصل الصيف. رابعاً، فركه على المعصم. بيتسبب فرك المعصمين عن تطبيق العطر بتكسر جزيئاته وتبخره بسرعة، لهيك ينصح بتجنب هالخطوة اللي ما إلها أي فائدة. خامساً، الإفراط بتطبيقه. لما نتعود على رائحة عطر معينة بتزيد الصعوبة بشم رائحته، وهالأمر بيخلينا نستعمل كمية أكبر منه، وهالشي حينعكس سلباً على رائحته وتصير مزعجة، لهيك لابد من الاعتدال باستعماله.